الأسئلة التي وصلت إلينا أيها المباركون. الأخ جمال كمال من الأردن يقول: كيفية تحفيز النفس للاستمرار على طاعة الخالق؟ هذا مطلب عظيم، وتغبط أيها الأخ جمال على سؤالك هذا. الإنسان يقع منه الإحجام، يقع منه الفتور، يقع منه التردد أحيانا، وهذا ضعف ينتاب الكثيرين، ونحن منهم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. مما يعين تدبر القرآن والإكثار من تلاوته، كذلك مما يعين دعاء الإنسان لنفسه بأن يثبته الله عز وجل على الهدى، فإن الله عز وجل إذا استجاب الدعاء يسر لك العمل بهذه الاستجابة، تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك مما يدفع الإنسان للطاعة أن ينوع في العبادات في الطاعات، لأن ذلك أبعد للملل وأنأى للإنسان عن السآمة، فكلما خالف الإنسان بين أفعاله وأقواله، بمعنى خالف جدد ونوع وتخير، ذلك كله يعين. فتارة يصلي المغرب ثم يمكث إلى العشاء، وتارة يصلي المغرب فيخرج، وتارة يصلي العشاء ثم يمكث قليلا يقرأ القرآن، وتارة يتوخى آخر الليل فيصلي، وتارة يخشى على نفسه الكسل والنوم فيوتر في أول الليل، وتارة يغدو إلى أمه يمكث عندها أكثر مما جرت العادة أن يمكث عندها، وتارة يذهب إلى القبور يرى مساكينهم ويترحم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، ويرى في ذلك أثرا في نفسه، وإن كان ذا قدرة مالية يتوخى المساكين والفقراء والأرامل وذوي الحاجات فيعطيهم مما أفاء الله عز وجل عليه، فيحدث ذلك في قلبه انكسارا وثباتا على دين الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأحيانا، وهذا حسن جدا، يتدارس العلم مع المسلمين مع المسلمات كل بحسبه، ويسمع من الفوائد ما يعينه على الثبات على الدين، فإن العلم تدفع به الشهوات، فإن العلم تدفع به الشبهات، كما أن الإيمان تدفع به الشهوات. وربما يسمع كلمة ولو علمها من قبل، لكن قد يكون الملقي صادقا مع الله عز وجل، فيكون لتلك الكلمة وقعا على نفسه تعينه على الثبات على الدين، كمن يسمع مثلا وهو يخشى على نفسه من الزنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، أن ابنة العم قالت لابن عمها لما تمكن منها، قالت: اتق الله، فقام عنها. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث يردعه عن كثير من المعاصي التي تزين له، وكذلك في الخبر نفسه: ذلكم الذي أعطى الأجير أجره، يجعله يرتدع على أن يبخس الأجراء حقهم، وأمثال ذلك مما يسمعه الإنسان من كلام الله أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون ما